وتستمتع سارة وهي تقضي أوقاتا في تعليم الكتابة والفن والرسم للأطفال الأيتام والمشردين ضمن مشروع لمؤسسة أطفال العراق الأمريكية ICF، يتخذ من باصات متنقلة يطلق عليها باصات الأمل صفوفا مدرسية له، ويهدف إلى تأهيل هؤلاء الأطفال وتعليمهم المهارات التعليمية والحياتية حتى يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس النظامية. يضم الباص الأطفال المتسربين من الدراسة والأطفال العاملين بالشوارع، الأطفال العاملين بالترافيكلايتات اللي يبيعون كلينس وماي. هذول الأطفال ما سمحت لهم الفرصة أنهم يدخلون مدارس حكومية بسبب ظروفهم بالبداية، ثاني شيء سبب عدم امتلاكهم مستمسكات ثبوتية، يعني ما عندهم جناسي، فالمدارس الحكومية ما تقبلهم. غاية من الباص أنه ما نخلي طفل مشرد بالشارع، ما نخلي، لأن أنت تعرف هذا الشارع كل شيء يعلم، فإحنا دنحد مستوى الجهل بالبداية. ويقدم الباص الواحد الخدمة لنحو 50 طفلا، وعلى مدى عام كامل يخضع الأطفال والذين هم في العادة من مناطق فقيرة إلى دورات تأهيلية ونفسية يديرها مختصون. احنا نجي هنا الباص نستمتع ونلعب، هنا نقرا ونكتب، ونجي هم درسان علينا ونلعب بالالعاب، وهم يعطونا وجبات هم ناكل. انا جيت للباص الامن اقرا واكتب والعب رياضه وارسم والعب ويا صديقاتي. انا اليوم اجي هنا استمتع واقرا واكتب والعب رياضه وارسم واسوي هاي فنيه وهاي والعب ويا اصدقائي، ويعني أخير اعتمد على نفسي، قمت اعتمد على نفسي وأحسن يعني هنا المدرسة عشت حياتي بيها وهاي. وأطلقت مؤسسة أطفال العراق الأمريكية هذا المشروع قبل سنوات، وتحديدا من منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد، ويسعى القائمون عليه إلى تشجيع الأطفال الأيتام والمتسربين من المدارس والفقراء على التعلم والعودة إلى الدراسة عبر إزالة العقبات التي تحول دون ذلك. توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية الأساسية هو ما تعمل عليه منظمة Iraqi Children Foundation لجميع الأطفال المستفيدين من هذا البرنامج، ويعد باص الأمل واحدا من مشاريع متعددة تنفذها المنظمة في بغداد والمحافظات. صرمد القاص، الحرة، بغداد.